بسم الله الرحمن الرحيم. رح نبلش إن شاء الله تعالى اليوم بشابتر 5 من مادة بايو 1 أو بايو 101. The structure and function of large biological molecules. إحنا بندرس بهذا الشابتر عن البناء والوظيفة للمركبات large biological molecules، المركبات الحيوية الكبيرة. في مركبات حيوية، هاي المركبات بتكون موجودة بجسم الإنسان، بتكون موجودة بأجسام الكائنات الحية، تمام، بتفيدنا بالعمليات الحيوية. هاي المركبات اللي هي زي البروتينات اللي بناخذها من الأكل، أو البروتينات الموجودة أساسا بجسمنا، زي الكربوهيدرات، زي الفات، الدهون يعني اللي احنا بنسميها الليبيد، هي مجموعة طبعا كبيرة يعني، وزي النيوكليك أسيد أو اللي احنا بنسميه الأحماض الأمينية، هي أو عفوا الأحماض النووية. الأحماض النووية اللي هي بتكون موجودة بجسمنا، زي الدي ان ايه، زي الار ان ايه اللي بتحدد صفاتنا، هاي برضو من المركبات الكبيرة. هسا رح نشرح عليهم ونحكي عنهم كلياتهم. بسم الله. أول سلايد معانا: The large biological molecules are the organic molecules of life serving us. هاي المركبات، تمام، شو فائدتها بحياتنا؟ هاي المركبات فائدتها بانه اول اشي energy source، وثاني اشي building materials. اول اشي هاي المركبات هي عبارة عن مصادر للطاقة، energy source، بتنحرق جوات جسمنا، بتنتج لنا الطاقة. هاي الطاقة اللي احنا فيها بنقدر انه احنا نتحرك او نقوم باعمالنا. والنقطة الثانية building materials، هي مواد خام بتبني شغلات معينة في جسمنا، يعني بتبني لنا بعض الامور او بعض الاشياء جسم الانسان او جسم الكائنات الحية الثانية. فهاي وظائف المركبات اللي هي biological molecules، المركبات الحيوية الكبيرة اللي كل الشابتر بيحكي عنها. أول إشي هي مصدر للطاقة، ثاني إشي هي مواد خام بتبني شغلات جديدة، يعني هي مصدر لبناء مواد أخرى داخل أجسام الكائنات الحية، building materials. في عنا سؤال طبعا: What are these micro molecules؟ شو هاي الجزيئات؟ The molecules of life، هاي الجزيئات هي عبارة عن الكربوهيدرات، البروتينات، النيوكليك أسيد يعني الأحماض النووية، والليبيد اللي هي الليبيدات اللي منها الدهون ومنها مواد أخرى رح ندرسها إن شاء الله تعالى. The large biological molecules are polymers built from monomers. هاي الجملة مهمة جدا جدا اللي باللون الأزرق. هسا احنا المركبات هاي الكبيرة، تمام، المركبات الحيوية الكبيرة مصنوعة من شغلات اصغر، يعني هاي المركبات الكبيرة هي مصنوعة من وحدات بنائية صغيرة، هاي الوحدات اتجمعت مع بعض وشكلت المركب الكبير. احنا بنطلق صفة على المركبات او على هاي الوحدات الصغيرة بنسميها مونيمر. اللهم صل على محمد، زي كأنها بلوكات. كيف مثلا لو احنا اجينا بدنا نبني بيت، هذا البيت احنا بنبنيه من بلوك، بنجيب بلوكة جنب بلوكة جنب بلوكة جنب بلوكة، بدنا بالاخير بنبني البيت. هاي البلوكات الصغيرة احنا بنسميها مونيمر، وحدات بنائية يعني صغيرة. والبيت هذا الكبير بعد ما ينبني، تمام، من هاي البلوكات الصغيرة، البيت الكبير بنسميه بوليمر. فالبوليمر هو ايش؟ هو مادة معينة انبنت من ايش؟ من وحدات بنائية اصغر. والمونيمر هي الوحدات البنائية الصغيرة اللي بنت اي مادة كبيرة. هسا البروتينات مبنية من مركبات اصغر رح ندرسها، اسمها احماض امينية.
فإحنا نسمي هاي الأحماض الأمينية مثلا، بنسميها إنها مونيمر. صفتها أو الصفة اللي بنطلقها على هاي الأحماض الأمينية إنها مونيمر، بلوكات صغيرة تجمعت مع بعض شكلت البيت، شكلت هذا البروتين الكبير. واسم البروتين بكون هون بكون صفته إنه بوليمر، لأنه هو مكلت من مادة صغيرة أو من مواد، من مادة صغيرة متجمعة جنب بعضها. هون مكتوب بالشابتر أبوليمر بين قوسين many parts، اللي هو يعني متعدد الأجزاء، is a long molecule، هو عبارة عن جزيء. البوليمر بشكل عام هو عبارة عن أي جزيء كبير، تمام، يتكون consisting of many similar building blocks، بيتكون من إيش؟ من وحدات بنائية صغيرة متشابهة. فأي مركب كبير بيتكون من صغيرة متشابهة بنسميه بوليمر. وهاي الوحدات الصغيرة اللي بتكون أي مركب كبير، هاي الوحدات الصغيرة بنسميها مونيمر. النقطة الثانية بتقولنا the repeating unit، يعني أو unit، يعني الوحدات المتكررة that serve as building blocks، التي تخدم أو التي تشكل building blocks، يعني بلوكات بنائية أو وحدات بنائية بنسميها مونيمر. وبين قوسين single parts، اللي هي عبارة عن أجزاء مفردة. فاحنا هسا فهمنا شو معنى بوليمر، شو معنى مونيمر، يعني هاي المركبات الكبيرة اللي بتتكون من مواد أصغر، من مواد صغيرة أو من أجزاء صغيرة، بنسمي الأجزاء مونيمر، وبنسمي هذا المركب الكبير بوليمر. في عنا ثلاث مركبات من هاي، من الأربع مركبات اللي احنا حكينا عنهم مركبات حيوية، في منهم ثلاث مركبات عبارة عن بوليمر، يعني ثلاث مركبات بنسميهم بوليمر، بيتكونوا من وحدات بنائية صغيرة بنسميها مونيمر. هاي الثلاث مواد أو هاي الثلاث مركبات اللي هي الكربوهيدرات، البروتينات، والنيوكليك أسيد، الأحماض النووية، البروتينات والكربوهيدرات. طيب الليبيدات احنا ما عدناها، احنا قلنا ثلاث مركبات، والمركب الرابع اللي هو الليبيدات، الليبيد، احنا ما عدنا، لأنه الليبيد مش مركب أو مش بوليمر. الليبيد لا يتكون من وحدات صغيرة متشابهة. الشرط في إنه أي مادة احنا نطلق عليها صفة انه هي بوليمر لازم تتكون من وحدات بنائية متشابهة. اما الدهون لا يتكون من وحدات بنائية متشابهة، بتكون من عدة مواد مخلوطة مع بعض، رح ندرسهن ان شاء الله تعالى. اما الباقي فمولكيولات بتكون من وحدات بنائية متشابهة. synthesis او synthesis and breakdown of polymers، بناء وهدم البوليمر. هسا هذا البوليمر احنا قلنا المركبات العضوية الكبيرة اللي هي احنا بنسميها بوليمر، بتتكون من وحدات بنائية صغيرة اللي هي المونيمر. هاي الوحدة طبعا، هاي الوحدات البنائية الصغيرة المونيمر، لو احنا جبناها كيف بدنا نربط بيناتها عشان نشكل البوليمر؟ سؤال ثاني، لو احنا جبنا البوليمر وبدنا نفكفكه ونرجعه لأصله مونيمرات، كيف بدنا نفكفكه؟ هذا السلايد بيحكي عن هذا. Synthesis of polymer، بناء البوليمر يحدث through dehydration. بناء البوليمر انه احنا نجيب مونيمرات ونجمعهم مع بعض، نركبهم مع بعض، هاي العملية اسمها dehydration، اللي هي معنى كلمة dehydration يعني نزع جزيء الماء. dehydration reaction. طبعا مكتوب شو شرح للموضوع، اللي هو bonding of or linked أو linking monomers، هي عبارة عن ربط، تمام، للمونمرات through the loss of water molecules، من خلال نزع جزيء الماء. هسا الطريقة انه بيجي اثنين مثلا من المونمرات بيقربوا من بعض، و بكون طبعا في بيناتهم مواد، هاي المواد او في بيناتهم خلينا نقول جزيئات،
تمام، او في بيناتهم عناصر وذرات معينة. هاي الذرات يتم فقدها، ولما يتم فقدها بتشكل عندنا جزيئات، فبيرتبطوا مع بعض هذول. طبعا راح نعرف الطريقة، بس اسمها dehydration، نزع جزيء الماء. ثاني نقطة، polymers are disassembled، بينقسم broken down to monomers by hydrolysis. يعني البوليمر لما نيجي احنا بدنا خلينا نقول نهدمه، يعني نرجعه لأصله، لعبارة عن عدد من المونيمرات. اسم العملية اللي هي منكسر فيها البوليمر، اسم العملية هيدروليسيس، عملية التحليل. يعني عملية تكوين البوليمر اللي هي عملية ربط المونيمرات مع بعض اسمها ديهايدريشن، عملية تكسير البوليمر، عملية إن نفكفك المونيمرات عن بعضها البعض اسمها هيدروليسيس. هاي مهمة جدا المعلومة. the reverse of the dehydration reaction. طبعا الهيدروليسيس هي عبارة عن إيش؟ عن عملية عكسية للديهايدريشن، نزع جزيء الماء اللي هو الديهايدريشن. الهيدروليسيس هي عملية إضافة جزيء الماء، عملية اسمها معناها بالعربي التحليل، طبعا عن طريق إيش؟ عن طريق إضافة جزيء الماء. الديهايدريشن هي عملية، طبعا بتكون عملية زي عملية الهدم، بس إيش؟ عفوا، الديهايدريشن عملية بتجمع يعني، تمام، مش عملية هدم، هي عملية تقريبا زي عملية تلاصق أو تجميع، تمام، عن طريق نزع جزيء الماء عن الهيدروليسيس. آخر نقطة، enzymes are specialized micromolecules that speed up chemical reactions such as those that make or break down polymers. هسه احنا هاي معلومة يعني ما بتجيش كثير بالامتحان الفيرست، يعني انه في شابتر كامل في المادة عن الانزيمز، بس هو بما معناه انه في انزيمات بجسم الانسان او بجسم الكائنات الحية بتسرع عملية الهدم وعملية البناء. وظيفة الانزيم انه هي تسرع تفاعلات الهدم وتفاعلات البناء. نيجي هنا فيها شرح مفصل عن عملية الديهايدريشن وعن عملية الهيدروليسيس. ديهايدريشن، بالبداية احنا عنا هنا، ثواني، احنا عنا هنا شورت مولكيولز. هذا الشورت مولكيولز بيتكون من ثلاث جزيئات، وفي عنده طبعا مرتبط باليمين مع مرتبط من جهة اليمين بذرة هيدروجين، وبجهة اليسار بذرة اللي هي مجموعة كربوكسل، مجموعة هيدروكسل عفوا، اللي هي او اتش. فعندنا هون طبعا لما يقرب هذا الشورت مولكيول، تمام، من ال خلينا نقول الذرة هاي، هون عندنا شورت او شورت بوليمر بيتكون من ثلاثة مونيمرات، تمام، لما يقرب من المونيمر هذا الوحيد بده طبعا بتصير عملية dehydration، عملية ربط بيناتهم. ال H هون ترتبط مع ال OH وبتشكل عنا H2O، ذرة ماء، وذرة الماء هاي يتم فقدها، تمام، يتم نزعها داخل التفاعل وبيخسروها طبعا. يعني المركب بيخسر هاي ذرة الماء، مجرد ما خسرها بينتج عنا مونيمر أطول وتم الربط بيناتهم. هاي هي عملية نزع جزيء الماء، وسميناها نزع جزيء الماء لأنه بينتج عنا جزيء ماء، وهذا جزيء الماء اللي بينتج طبعا بيخرج من التفاعل، مجرد عند خروجه بتتم عملية الارتباط وبتتم عملية الديهايدريشن. طيب احنا هنا شكلنا اللونج بوليمر. هذا اللونج بوليمر بدنا نعمل له عملية هيدروليسيس، نرجعه لأصله، نفكفكه. فعشان احنا نرجعه لأصله، عشان احنا نعمل له عملية الهيدروليسيس، بدنا نضيف عليه جزيء ماء. عملية الهيدروليسيس هي عملية إضافة جزيء ماء، هي عكس عملية الديهايدريشن، عملية نزع ذرة الماء أو نزع جزيء الماء. في عنا عملية الهيدروليسيس عملية إضافة جزيء ماء.
فاحنا اجينا على البوليمر هنا وبدنا نضيف عليه جزيء ماء. ضفنا له جزيء ماء هون. لما ضفنا له جزيء ماء اتفكفك هذا الجزيء ل اتش ول او اتش، والاتش ارتبط بجزء من البوليمر والاو اتش ارتبط بجزء اخر. وبهاي الحالة نتج عنا انه البوليمر انفك عنه مونيمر، تمام. وبهاي الحالة هيك احنا قدرنا ان نعمل ازالة للمونيمر. وهيك بهاي الحالة احنا قدرنا نعمل ازالة للمونيمر. وهاي هي شرح لعملية الهيدروليسز. العملية كثير سهلة. ديهايدريشن احنا ربطناهم مع بعض، شكل عنا جزيء ماء، جزيء الماء هاد خرج برا فتم الارتباط ما بينهم، وبهاي الحالة قدرنا نربط المونيمر باقي المونيمرات. العملية الثانية انه احنا عنا بوليمر، هذا البوليمر بدنا نفكفكه، فاحنا ضفنا له جزيء ماء